مع عودة اللاعبين الأجانب من آل راد ابتداء من الموسم المقبل؟ لا مثل ما قلت عم بيكون موسم، أو كان هذا الموسم موسم طويل شوي زمنياً، تخللوا بعض الأشياء مثل ذكرتها، ولكن ضيف عليها مشاركة المنتخب بتصفيات كأس العالم، يعني اضطرنا نوقف شوي ببعض المراحل. فينا نوصفه شيء موسم طويل، ولكن عم بيتوج اليوم بهيك مباراة حماسية مهمة جداً، وإن شاء الله تكون يعني بمستوى أمال الجمهور. بدون شك إنه دائماً نحن التحضير والتفكير لقدام، يعني نحن بلشنا من فترة نحضر ونفكر بالموسم القادم. الموسم القادم راح يكون فيه، كان الأستاذ نبيل بدر قبل شوي عم بيسأل إنه كم أجنبي فيه. أول شيء راح يكون فيه 3 أجانب، هذا يعني تشجيع للأندية خاصة اللي عم بتشارك بالمشاركة الآسيوية، إنه يكون عندها قدرة المنافسة بالإضافة لرفع مستوى اللعبة يعني. ولكن بشكل عام المستوى عم بيكون كثير منيح، رغم كل هذه الظروف اللي عايشها البلد، عم نلاقي انه الرياضه هي المتنفس الوحيد للجمهور، مش بس كره القدم، وكثير من الرياضات عم نشوفها تباعا عم بتكون فعلا محط انظار الشعب اللبناني. سيد، يعني طبعا شفنا امبارح بكره السله عرس رائع جدا، اليوم ايضا جمهور حاضر باعداد كبيره. في نقطة لازم ضوي عليها ضروري جدا، لأنه الكل بيقول ليه ما أقيمت المباراة على ملعب أكبر من هيك، وهي النقطة اللي لازم نوضحها، أنه الاتحاد غير مسؤول عن الملاعب وخصوصا الملاعب غير مؤهلة. هل هناك في فكرة عند الاتحاد للموسم المقبل أنه يكون عنده خيارات أكبر ليقدر يستوعب عدد أكبر من الجمهور؟ أول شيء مثل ما قلت، الملاعب هي منا مسؤولية الاتحاد، مسؤولية الدولة يكون عندها ملاعب، ولكن الاتحاد اخذ على عاتقه جزء منها رغم منها مسؤوليته، وصار مؤهل العديد من الملاعب. لولا هذه الملاعب ما كنا بنقدر اصلا الدوري ما فينا نعمله. ولكن بالنسبه للموسم المقبل الحقيقه حكينا نحن ومعالي الوزير الشباب والرياضه، هناك امكانيه لتاهيل 3 ملاعب اللي هي طرابلس والمدينه الرياضيه، مدينه كاميل شامون الرياضيه وصيدا. ممتاز. بالعشب الطبيعي. وان شاء الله اذا تامن هالشيء طبعا بعيد، يعني في خطه لهذا الموضوع. ايه في شيء ممتاز وان شاء الله يكون قريب. يعني اخبار جيده ايضا للمنتخب هيدا، انه يتمرن عشب الطبيعه ويكون عنده خيارات. يعني ان شاء الله نقدر نحقق هذه الامنيه، ويكون نرجع للملاعب الكبيره، ويرجع هذا الجمهور كله سوا باعداد مضاعفه، طبعا على قاعدة بس انه يكون يعني يتحلى بالروح الرياضية ويفسح المجال لانه يضل يحضر المباريات، لانه امرار الجمهور عم بيعطل على نفسه، مثل ما حصل بالباسكتبول، مثل ما حصل ببعض الامرار بالفوتبول. يعني لازم الجمهور يواكب فريقه بروح رياضية وبتشجيع رياضي. سيد شربي الحبيب، اسال السيد على شغله لعلي صوتي قد ما فينا، لانه ضجه كبيره ما عم نسمع. سيد، شو ردك على يلي انتقدوا نظام البطوله الجديد يلي وضعتوه؟ الحقيقه نظام البطوله اللي وضعناه عندنا قناعه تامه فيه انه هو من افضل الانظمه اللي وصلنا لها لحد هلا، لانه هذا النظام هو بيعزز المنافسه الجديه، بخفف جدا من امكانيه الاستهتار بالمباريات. يمكن هذا بعض الأندية ما بيناسبها يعني، ولكن هذا هو النظام اللي بيعطي منافسة لآخر يوم بالمباراة بالدوري. ما في انتقادات جدية علمية أبدا، ما سمعنا ولا انتقاد جدي. كل ما يمكن إنه أنا الحقيقة مش عم بقدر أسمع، كل ما يمكن يقال عنه إنه صارم، هذا نظام صارم وهذا المطلوب. وبكره بتشوفوا عن تطبيقه قد إيه راح تكون المنافسة مثل بيقولوا على المنخار بين كل الأندية. صحيح. سيد، حكي عن نظام جديد أيضا ممكن يكون لمسابقة الكأس، نفس النظام. حكي عن نظام جديد لمسابقة الكأس. لا، الكأس ما في شيء جديد. تنفيذ عدد المباريات. إضافة عدد المباريات موضوع آخر، ولكن كأنظمة نحن راح نبلش بالدوري بهيدا، وربما بالمواسم اللاحقة كمان نعمل له تحسينات بشكل أنه فعلا يضل محافظ على هالمستوى. هلا بالكأس لا، راح يبقى كما هو. في حال بدنا نزيد مباريات ممكن نعملنا مسابقة أخرى لنزيد عدد المباريات. كنا عم نحكي السيد أيضا عن عودة 3 أجانب. صحيح. ورئيس نادي الأنصار أستاذ نبيل بدر أثنى على الموضوع، مثل كل رؤساء الأندية
قرار جريء كان من الاتحاد اللبناني لكرة القدم بظل هالأوضاع الاقتصادية اللي عم يعيشها البلد. صحيح، ولكن هذا مطلب الأندية بمعظمها، ونحن عنا قناعة أنه بيساعد هذا الموضوع أكيد، وخاصة أنه يعني كان في فترة قديمة شوية من كم سنة تخوف أنه الأندية ما تقدر ماديا تلبي هذا الموضوع وتجيب أجانب، ولكن عم يقدروا يجيبوا أجانب بأسعار مقبولة جدا تعادل تقريبا اللاعب اللبناني. فلذلك يعني عملنا هذا الخطوة تعزيزا مثل ما قلنا للأندية المشاركة بالخارج، وحتى كمان لرفع المستوى. شفنا تأثير اللاعبين الأجانب إيجابي فعلا. سيد لفتني اليوم أنه عندك طائم حكام موجود بالمباراة من قطر، ليش اليوم طائم حكام أجنبي؟ وصرنا فترة طويلة عم نشوف الثقة موجودة عند حكمنا اللبناني. نحن دائما يعني الدعم والثقة للحكم اللبناني، ولكن هاي المباراة شوي حساسة يمكن، يعني مباراة واحدة مفصلية وبين ناديين، تعرف الحساسية الموجودة. ارتأينا انه يجي حكام يعني خلينا نسوي غير لبنانيين، وحكام من دولة، وحكام موثوقين بالحيادية والنزاهة، حتى لا يعني ينتقد حدا انه كان في والله لا سمح الله خطأ معين او انحياز معين. حلو شربي، نشوف فعلا يعني من قطر، وقطر رح تستضيف كأس العالم. صحيح، يعني يكونوا عنا بيروت، فعلا حلوة الفكرة. يعني دائما السعي لرفع المستوى، مستوى المباريات، وهذا دليل يعني بعكس اللي قالوه كتار انه كأس لبنان بطل إلى أهمية، بما انه النظام الجديد رح يكون تأهل البطل والوصيف إلى كأس الاتحاد الآسيوي والثالث إلى بطولة الأندية العربية. اليوم اهتمامكم بهذا الموضوع تحديدا الشق التحكيمي، فسح المجال أمام أكبر عدد من الجماهير، هو دليل على سعيكم أنه هالمسابقة هي جدية أكثر من أي وقت مضى. صحيح صحيح، الأمر صحيح، وإن شاء الله إن شاء الله بدها تضل الخطوات مستمرة دائما نحو الأحسن، لأنه دائما يعني التجارب بتخليك تعرف وين الثغرات، وين سكر الثغرات وتعمل خطوات للأمام. سيد شربل، بدي أسأل شوي عن الفئات أو الدرجات الأدنى، يعني درجة تانية ثالثة رابعة، هل في خطة من الاتحاد راح تكون مستقبليا غير الوضع الحالي اللي نحن فيه لندعم أكثر الدرجة الرابعة الثالثة الثانية، نشجعها أكثر؟ هلا دائما عم نعمل خطوات يعني لتشجيعهم. صحيح صحيح، يعني سواء دعم المادي، سواء بتحديد عدد معين بالأعمار، هذا كله لحتى نرفع المستوى. ولكن الخطوة الأهم هي بالفئات العمرية. اليوم عملنا فئات العمرية سنة سنة، يعني قبل كانت الفئات العمرية تكون سنتين، كل سنتين يعني أندر 17 أندر 19. هلا عملناهم سنة سنة، هذا رح يعزز كتير يعني بموضوع الفئات العمرية، وخاصة أنه عم بيكون في لاعبين كتير من الأندية والأكاديميات حتى يعني كواليفايد، يعني كتير اللاعبين ما عم بيكون لهم مجال ليشتركوا بدوري. اليوم اللاعب بهمه يشترك بدوري رسمي، يعني ما بهمه بس انه يلعب باكاديمية. صح صح صح، ومجرد صح بس هيك. صح، لذلك سنة افسحنا هذا المجال، وراح هذه تكون خطوة كتير كبيرة لتعزيز الفئات العمرية. بتشكرك سيد هاشم حيدر على الاطلالة دائما مفيدة، ان كان بالنسبة لنا ان كان بالنسبة للجمهور اللبناني. ايضا بتشكرك بختام الموسم على دعمك اللامتناهي للام تي في، ونحن وياكم يعني كاتحاد لبناني كنا شركاء حقيقيين فعلا لنجاح هذه اللعبة. يعطيكم الف عافية، وانتم عم تقوموا بدور كبير بهذا الموضوع. نتمنى تكون اليوم مباراة حلوة حماسية وتتويج الفائز وتقبل الخاسر بالنتيجة. شكرا كثير.